يعني برضو احنا بقينا زي يمكن الخليج مش زينا دلوقتي، احنا بقينا اكتر من الخليج. زمان كنا بنقول الخليج ما بيكملش مدرب ماتش ولا ماتشين، هنا ممكن المدرب بيمشي بعد ما فيش. الخليج مستقر دلوقتي، ابتدى يستقر، ابتدى يستقر، ابتدى يفهموا، ابتدوا يقدروا يعني يفهموا المدرب بعمل برنامج، عامل شكله ايه، الاهداف وايه. في اهداف في مصر ابتدت العمليه تاخد منحدر جديد خالص، جديد علينا. ان النهارده الدوري المصري بدا بقى لنا كام شهر 20 مدرب اتغير، 20 مدرب. كنت لسه عندي شويه فده يعني ثقافه بقى بتاع حسب ظروفه، حسب ظروف الوقت كمان اللي هو عايزه. والنتائج، النتائج برضو ممكن تجبر مجلس الاداره على حاجه معينه، الطموحات مش دي اللي هو يعني شايف دي مش طموحاتنا. شايف نفس الامر بالنسبه لنادي الزمالك والامور تختلف؟ لا، ولا نفس الاجواء؟ كل الاجواء في كل الانديه المصريه، حتى ما اختلف الاداره، حتى ما اختلف الاداره، خلاص بفكر الناس معين اللي ما بيحققش طموحي في المدى القريب. لا، ان بص لغيره. مبتدا دوت كوم.